السلام عليكم. عندنا موضوع البيوجيمستري اللي هو الاكسيديشن اوف ذا فاتي اسيد. احنا يعني بالمحاضره السابقه او بالمحاضرات السابقه بصوره عامه غير اخذنا تصنيع الفاتي اسيد، يعني اخذنا انه شلون اسون، اول شيء شلون اسون الفاتي اسيد، وبعدين شلون اسون الكحول، وبالنهايه تنتج لي ليبيد. فانا هذا هسه من صنعت فاتي اسيد، هذا الفاتي اسيد انا اريد ان استفاد منه. يعني احنا نتذكر خطوات التصنيع السابقة شلون بالنهاية، يعني خطوة يعني عملية كبيرة، بالنهاية سويت فاتي اسيد ومن حاولت ويا الجلايسيرول، اتحت ويا الجلايسيرول، ايش نتج لي؟ نتج لي تراي اسيل جلايسيرول او مونو اسيل جلايسيرول، المهم هذا اني الليبد. هسه انا اريد ان اعرف شلون استفاد من هذا الفاتي اسيد. يعني انا صنعت فاتي اسيد، احنا نعرف انه الفاتي اسيد راح يعطينا طاقة، يعني يعطينا طاقة بحيث أنه استفاد من هاي الطاقة بعمليات مختلفة. بهاي الطاقة يعني راح تعطينا إياها، فإحنا نريد نحسب كم هاي الطاقة راح يعطينا إياها الفاتي أسيد. يعني باختصار إنه هاي الميزة ما راح تحكي لك إنه شلون أسوون أوكسيديشن الفاتي أسيد، يعني أسوون عمليات مختلفة الفاتي أسيد على مود بالنهاية أشوف نشرح كم طاقة، كم ATP راح ينتج لي، كم ATP راح ينتج لي على مود هاي الATP هي طاقة استفاد منها. فهنا هسه بالبداية مقدمة، هنا شي يقول لك، هنا يقول لك فاتي أسيد ستورد، يقول لك الفاتي أسيد ستورد يعني الأديبوس تشو. احنا نعرف انه الفاتي أسيد من صنعنا وين راح نخزنه؟ راح نخزنه بالأديبوس تشو على مود من مثلا مثلا من مرات انا صايم او ما ماكل، يعني ما دخل الجسم جلوكوز، فعدها راح استفيد من الفاتي أسيد هذا المخزون بالأديبوس تشو، اسوي له ميتابوليزم وحوله الى طاقة، استفاد من هاي الطاقة على مدى الجسم طاقة. شلون نخزنه؟ قلنا احنا نخزنه على شكل تراي اسيل جلايسيرول، يعني هذا الفاتي اسيد شلون نخزنه على شكل تراي اسيل جلايسيرول؟ نفعله ويا الجلايسيرول ونكون هذا المركب اللي هو الليبيد، واخزنه وين؟ بالاديبوس تشو. سيرف از ذا بودي ماجور فول، يقول لك انه هذا راح يشتغل كبودي ماجور فول. شنو فول معناتها؟ معناتها وقود، يعني يعمل مثل خلينا نقول مثل انه نفط، يعني النفط نعرف انه الاستخدامات منها يعطينا طاقة، فهو يعمل يعني خلينا نقول انه مثل عندك انت طاقة مخزونة بجسمك، هاي الطاقة تعمل كوقود الى جسمك، تعطي وقود من يكون يعني من يحتاج. فهنا يقول لك التراي اسيل جلايسيرول بروفايد كونسنتريتد ستور اوف ميتابوليك انرجي، يعني انه هذا التراي اسيل جلايسيرول راح يوفر كونسنتريتد ستور، مخازن متعلقه ويا الميتابوليك انرجي. يعني ليش هو يعتبر كونسنتريتد ستور اوف ميتابوليك انرجي؟ يعني مخزن للطاقه ذات تركيز عالي، يعني اكثر شيء احنا نخزن الطاقه وين؟ بالتراي اسيل جلايسيرول. ليش؟ ايش معنى اكثر الطاقه مخزونه بالتراي اسيل جلايسيرول؟ ليش؟ لانه راح يمتاز بميزتين، اللي هي اول ميزه اللي هو يكون هايلي ريديوسد، ثاني ميزه يكون انهايدروس. ايش معنى هايلي ريديوسد؟ يعني انه قدرته الاختزاليه كبيره، بحيث راح نقدر نختزله، يعني بسرعه نقدر نختزله وناخذ منه الطاقه. كذلك لارجي انهايدروس يعني يكون لا مائي، لذلك يعني هاي الخاصيتين انه يكون بسرعة اختزل ويكون لا مائي، خلت التراي اسيل جلايسيرول هو اكثر اشكال، يعني اكثر طاقة تخزن وين؟ بالتراي اسيل جلايسيرول، بسبب هاي الصفتين مالته. يعني هسه هاي مجرد مقدمة. فبعدين شي يقلك؟ يقلك the entry of the long chain fatty acid to cell is mediated by fatty acid bending protein، انه انا من اريد ادخل long chain، انتبه long chain of fatty acid، يعني انا اتذكر من خرجت الاسيتيل، يمكن ما ادري ايش اسمه، المهم من خرجته وبعدين حولته المن الى fatty acid، بعدين انا راح ارجع ادخله الخلية، انا خرجته من الخلية راح ارجع ادخله الخلية. دخول الخلية احنا نعرف انه الفاتي اسيد يكون unsoluble in water، فنحتاج انه يعني مو بسبب هاي بس انا يعني ما اقدر ادخله رأسا، لازم اخليه يرتبط ويا بروتين، اخليه يرتبط ويا بروتين على مود اقدر ادخله الخلية. فيقول لك الفاتي اسيد لازم احوله into active intermediate by reaction with ATP before they can undergo any further metabolism. شوف احنا من صنعنا الفاتي اسيد صنعناه بشكل ان اكتف،
يعني كان بشكل انكتيف، يعني غير فعال. هو صح فاتي اسيد بس يكون غير فعال، فانا لازم احول هذا الفاتي اسيد المن الى شكله الفعال اللي هو يا هو اسيل كو اي. شلون افعل احوله الى شكله الفعال؟ شوف انا اريد ادخل الفاتي اسيد الى الخليه، قبل لا ادخله لازم اسوي خطوتين. اولا احوله من الانكتيف فورم الى الاكتيف فورم اللي هي هاي العمليه اللي هسه احكي عنها. ثاني خطوه ايش راح اسوي؟ راح من احوله الى الاسيل كو اي راح اربطه ويا بروتين معين، لان قلنا انه هو ما راح يدخل الخليه الى الخليه او ما راح يعبر الغشاء الا بوجود بروتين معين مربوط به على مود اقدر ادخله. فاول خطوه على مود اقدر ادخل الفاتي اسيد للخليه. انا ليش ادخل الخليه؟ على مود استفاد منها، لان الخليه هي راح تخليه ينتج لي طاقه. فأول خطوة راح تحدث وين؟ بالسيتوبلازم. بالسيتوبلازم على مدى دخل الخلية، تمام؟ أول خطوة إنه إيش راح أسوي؟ أحوله إلى الأكتيف فورم عن طريق إنه إيش راح أسوي هذا الفاتي أسيد؟ راح أجيب له ATP، جزيئة ATP، أفاعله عن طريق إنزيم معين يسمونه ثايكينايز، موجود وين؟ بالسيتوبلازم. أحوله إلى الأكتيف فورم اللي هو الأسيل كو أي. يعني شوف، أريد أحول فاتي أسيد إلى الأكتيف فورم. هذا الفاتي اسيد افعله ويا اي تي بي عن طريق انزيم يسمونه ثايوكينيز سايتوبلازم، احوله الى الاكتيف فورم اللي هو الاسيل كو اي. هذا الاسيل كو اي بعدين اربطه ويا بروتين معين وادخله المن ادخله للخليه، هناك في الخليه استفاد منه. بناشي يقول لك ذا فاتي اسيد يجب ان احوله انتو اكتيف انترميديت، انتو اكتيف انترميديت باي رياكشن، يعني افعله ويا الاي تي بي before they can undergo any further metabolism، يعني لازم احوله الى الاكتيف على مود اقدر اسوي له ميتابوليزم على مود انتج لي اي تي بي. يقول لك اللونج تشين فاتي اسيد ار ريكوايرد فور انرجي ديورينج، يعني احنا لونج تشين فاتي اسيد، يعني هاي سلسله اللونج تشين انا ليش اريد ان اخذ منها طاقه؟ ليش اريد اخذ منها طاقه؟ قلنا احنا نحتاج منها طاقه على مود انتج لي طاقه خلال الفاستنج ستيت. شنو الفاستنج ستيت؟ يعني من انا صايم، من شخص صايم، من شخص صايم ما يدخل طعام الى جسمه، يعني يفقد الطاقه اللي يحصلها عن طريق الطعام. فاكو مخازن بالجسم، اكو مخازن بالجسم اللي هي مثل الفاتي اسيد لونج تشين اوف فاتي اسيد او مثل الترايسلجليسرول. هاي هذا اللونج تشين فاتي اسيد راح اسوي له هاي العمليات اللي هسه راح نجي لها وحده وحده وانتج منه اي تي بي. هاي الاي تي بي استفاد منها للجسم على مود انطي طاقه على مود الجسم ما يموت، تمام؟ فعرفنا انه شلون احوله الى الاكتيف فورم. لازم احوله الى الاكتيف فورم قلنا على مود شنو؟ على مود انتج لي طاقه، على مود اقدر ادخل الخليه وانتج لي طاقه. تقلك this is the only step in fatty. ها شوف احنا هاي العمليه كلها انه العمليه منين بدت؟ من تحويل الفاتي اسيد الى اسيل كو اي، وراح يعني استمر بالملزمه، يعني استمر بهاي الخطوات كلها على مود بالنهايه انتج لي الطاقه. فيقلك هاي العمليه كلها شيء يسمونها اوكسيديشن، عمليه الاكسده الفاتي اسيد على مود انتج لي طاقه. يقلك هاي العمليه، يقلك هاي الخطوه من هاي العمليه اللي هي الخطوه الاولى، هاي الخطوه الاولى، هاي الخطوة الأولى هي الوحيدة اللي راح راح آخذ منها طاقة. إحنا العملية نريد ننتج طاقة، فهاي الخطوة استهلكت بها طاقة، استهلكت بها ATP، فهي يقول لك الخطوة الوحيدة اللي راح استهلك بها ATP. باقي الخطوات كلهن تقريبا راح أنتج بها ATP، فاستهلكت كم ATP بهاي الخطوة؟ بهاي الخطوة راح استهلك 2 ATP، احفظها رقم جيدا. استهلكت كم بهاي الخطوة؟ استهلكت 2 ATP، تمام؟ هاي الخطوة كم اي تي بي استهلكت؟ 2. هنا الاي تي بي تحول الى اي ام بي، يعني استهلكت كم؟ 2 اي تي بي. احفظ هذا الرقم، تذكر انه اول خطوة استهلكت بها كم اي تي بي؟ 2، لان هسه هذا الرقم بعدين راح يجينا بالنهاية وراح اشوف شلون. يقلك انه هاي الخطوة تكون الريفيرسيبل. شنو معنى الريفيرسيبل وشنو معنى الريفيرسيبل؟ انتبه هنا بدايتها IR بعدين ريفيرسيبل. اكو عندنا مصطلح ثاني اللي هو ريفيرسيبل بدون اي ار بالبدايه. الريفيرسيبل معناتها غير عكسي، معناتها شهيج، معناتها سهم واحد عندي. الريفيرسيبل يعني معناتها عندي سهمين، معناتها عندي ايش قد سهمين، يعني تفاعل انعكاسي، يعني اقدر مثلا احول فاتي اسيد الى اسيل كو اي والاسيل كو اي ارجع الى فاتي اسيد. بس هنا لا، هنا مو انعكاسي، هنا الريفيرسيبل يعني سهم واحد، يعني فقط اقدر احول فاتي اسيد الى اسيل كو اي، ما اقدر ارجع الاسيل كو اي واحوله الى فاتي اسيد، لا ما راح اقدر اسوي هيك خطوه. طب ليش ما اقدر اسوي هيك خطوه؟ ليش هذا التفاعل الريفيرسيبل؟
غير انعكاسي، ليش ما اقدر ارجع الاسيل كو اي الى الفاتي اسيد؟ شوف احنا من فاعلنا الفاتي اسيد ويا الاي تي بي حولنا الاي تي بي، اخذنا جزيئتين فوسفات، هنا بي بي يعني اثنين فوسفات، وحولنا الاي تي بي الى اي ام بي، تمام، وحولنا الفاتي اسيد الى اسيل كو اي. هنا راح شوف هاي الشغل قلنا حولناها لاثنين فوسفات، لين هذا هذا الجسم الاثنين فوسفات اللي يسمونه شنو؟ يسمونه بايروفوسفيت. هذا البايروفوسفيت راح افاعله مره ثانيه، يجي له انزيم يسمونه بايروفوسفيتيز، يعني نفس اسمه هذا بايروفوسفيتيز انزيم. هذا البايروفوسفيتيز انزيم شو راح يسوي لي؟ راح يسوي لي هيك، راح يفعله ويا الماء عن طريق انزيم البايروفوسفيتيز، وانتج لي اثنين جزيئات فوسفات، بحيث ما راح اقدر ارجع هذا الفوسفيت ارجعه الى اي تي بي، لذلك ما راح اقدر انتج فاتي اسيد مره اخرى من الاسيل كو اي. ليش؟ لان انا راح استهلك هذا المركب اللي هو بايروفوسفيت من خلال انه افعله، انه يجي له راح يجي له انزيم معين بايروفوسفيتيز احول اثنين فوسفيت، بحيث ما راح اقدر ارجع هاي الاثنين فوسفيت الى بي بي اي اللي هي بايروفوسفيت، وما اقدر اسوي البايروفوسفيت ارجع التفاعل الانعكاسي افعله ويا الاسيل كو اي وارجع الى فاتي اسيد، لا ما راح اقدر، لان بعد هذا استهلكته، بعد هذا فاعلته استهلكته، يعني راح مني، فما راح اقدر ارجع تفاعل انعكاسي. هسه فهمنا؟ هسه يجي لك السبسيكيون ستيب ان ذا اوكسيديشن اوكيور ان ذا ميتوكوندريا. هسه يعني انا بعد ما بعد يجي لك انه خطوات الاوكسيديشن، يعني هسه هاي اول خطوه صارت بالميتوكوندريا، باقي الخطوات وين راح اقصد اسفه انه هاي اول خطوه، هاي الأول خطوة اللي هي تحويلها إلى سيل كو أي، وين صارت؟ بالسيتوبلازم. وين؟ بالسيتوبلازم. باقي الخطوات وين راح تحدث؟ بالميتوكوندريا. انتبه، هاي شيء مهم، إنه وين راح تحدث؟ بالميتوكوندريا ماتريكس. وين راح تحدث باقي الخطوات اللي راح أحكي عنها بعدين؟ بالميتوكوندريا ماتريكس. فيقلك أنا لازم هسه هو بعده بالسيتوبلازم، فلازم أنقله وين؟ للميتوكوندريا. من أنقله للميتوكوندريا، يعني شوف عدي، شوف عندي هاي الخلية وعندي هذا السيتوبلازم، هذا السيتوبلازم. هسه الأسيل كو أي وين موجود؟ بالسيتوبلازم. وين موجود؟ بالسيتوبلازم الأسيل كو أي. لازم أحوله إلى الميتوكوندريا على مود أصنع باقي الخطوات. من أحوله إلى الميتوكوندريا شلون أنقله؟ لازم يمر بالميمبرينس مال الميتوكوندريا. إحنا ماخذين من المحاضرة السابقة إنه الميمبرينس مال الميتوكوندريا راح يشوف هذا الأسيل كو أي كجسم غريب، فما راح يدخله، يقول له لا أنت ما مسموح لك تدخل. فهذا الأسيل كو أي راح يسوي؟ راح هذا خبيث راح يروح يتفاعل ويا بروتين على مود يغير شكله، على مود يقدر يدخل الميتوكوندريا بدون لا ينتبه الى الغشاء الميتوكوندريا. فش راح يسوي؟ يقول لك the signs the mitochondria membranes is impermeable to acyl CoA. يعني قلنا احنا غشاء الميتوكوندريا يكون غير نفاذ، يعني ما يسمح للأسيل كو أي انه يدخل. Therefore, a special mechanism is required. لذلك أكو عدة ميكانيكية إحنا نريد أن ندخل، فش راح نسوي إذا الغشاء ما يسمح لي قابل أستسلم؟ لا راح ألجأ إلى ميكانيكية ميكانيزم على مود أنقل الأسيل كو أي من السيتوبلازم المن للميتوكوندريا. شنو هاي الميكانيزم اللي أقدر بيها أنقل الأسيل كو أي من السيتوبلازم للميتوكوندريا؟ إنه هاي الميكانيزم راح طلب مركب اللي هو عبارة عن بروتين اللي هو شيء يسمونه كارنيتين. هذا المركب هاي يعني هذا راح فاعله، يعني ويا هذا المركب الكارنيتين، وهاي بعملية شيء يسمونها كارنيتين شاتل. هاي العملية شيء يسمونها كارنيتين شاتل من خلال إنه أفاعل أسيل كو أي ويا كارنيتين. فهسه شوف هذا المخطط، هذا المخطط يوضح لي. فيقلك السيال عندك السيال سيتوبلازم اللي هو بيها أسل فاتي أسل كو أي اللي هو شكل الأكتف، بعد ما حولته إلى أكتف، حولته إلى أكتف، عرفت شلون حولته إلى أكتف، وعرفت إنه هو التفاعل الريفيرسبل. فهسه هذا عندك الفاتي أسل كو أي موجود وين؟ بالسيتوبلازم. هذا الغشاء مال الميتوكوندريا. طبعا إحنا نعرف إنه الميتوكوندريا، تتذكر بالأول إنه خذينا إنه الميتوكوندريا لها غشاءين، غشاء خارجي وغشاء داخلي. داخلي نعرف إنه بطيات وكذا، فهو راح يمر بالغشاءين. أول ما مر بالغشاء الخارجي اللي هو هذا، إنه بالبداية راح يتفاعل ويا مركب موجود داخل الأنتر ميمبرينز. شوف هذا سبيس موجود بين الغشاءين، إحنا نعرف الميتوكوندريا لها غشاءين داخلي وخارجي، أكو سبيس بيناتهم، يعني سبيس كلش صغيرون. موجود شنو بيه؟ موجود الكارنيتين، تمام.
فمن اريد ادخل الفاتي اسيل كو اي راح افاعله ويا الكارنتين، يعني يوصل للغشاء راح يتفاعل ويا الكارنتين الموجود ذا الغشاء، يعني هذا الكارنتين تقريبا يجي لهنا يتفاعلن بهاي المنطقه. من يتفاعلن راح يتم اخراج جزيئه الكو اي من الفاتي اسيل كو اي، يعني راحت هاي الجزيئه وحل مكانها شنو؟ حل مكانها كارنتين. وتكون لي شنو هذا الفاتي اسيل كارنتين؟ شو تكون لي فاتي اسيل كارنتين اللي هو عباره عن فاتي اسيل مينت من الكو اي وحطيت بدل الكو اي كارنتين. هذا الفاتي اسيل كو اي قدر يدخل، شوف بعد ما حولته قدر يدخل، كان انا حولته هنا بهاي المنطقه، بعدين قدر يدخل للفاتي اسيل كارنتين، قدر يدخل للميمبرانس. وين صار؟ صار بالانتر ميمبرانس سبيس، يعني صار بين الغشائين. ورا ما صار بين الغشائين انا راح اريد ارجعه، تمام، اريد يعني بعد ادخله. فمن اريد ان ادخله يعني هو راح يقدر يدخل، فاريد ارجعه لمن؟ اريد ارجع الفاتي اسيل كو اي من خلال انه راح افعله ويا الكو اي الموجود داخل الميتوكوندريا، تمام. يعني شوف هذا موجود داخل الميتوكوندريا مو بالغشاء، داخل الميتوكوندريا. فراح افعله ويا الكو اي بحيث راح اتخلص من جزيئه الكارنتين، خلص منها وحطن بدالها شنو؟ كو اي. وبالتالي هذا الفاتي اسيل كو اي دخل للخليه، يعني فاتي اسيل كو اي دخل للميتوكوندريا. هسه عندنا الفاتي اسيل كارنتين هو المركب الفورم مال الفاتي اسيل اللي قدر يدخل للميتوكوندريا، وبعدين ميلت من الكو اي الكارنتين ورجعته شنو؟ الى فاتي اسيل كو اي اللي هو هسه بعدين. هسه انا هسه هاي عمليه دخوله، هسه بعدين راح استفاد منه. عرفنا هسه عمليه الدخول شلون. وهنا شي يقول لك؟ هنا يقول لك الميديوم تشين فاتي اسيل. شوف احنا هسه قاعد نحكي على اللونج تشين من الفاتي اسيل، قلنا اللونج تشين ما راح تقدر تدخل، بس احنا عندنا ميديوم تشين. الميديوم تشين هي عباره عن شنو؟ شورتر ذان كربون، يعني عدد الكربونات مالتها 12 تقريبا او اقل من 12، اقل من 12 عدد السلسلة، يعني احنا نعرف الفاتي اسيد عبارة عن سلسلة، فهنا السلسلة تكون من اقل من 12 ذرة كربون. فاذا عندنا فاتي اسيد اقل من 12 هذا راح يقدر يعبر الميمبرانس، الميمبرانس يعني يخليه يعبر من دون مساعدة الكارنتين، يعني مو شرط يتحد ويا الكارنتين. بينما ذا لونج تشين اذا عندي سلسلة طويلة ما راح يقدر يعبر. هسه شنو؟ اذا عندي سلسلة طويلة ما راح يقدر يعبر الا انه راح يتحد ويا الكارنتين. اذا سلسلة ميديوم يا اقل من 12 كربون لا، ما لا مو شرط يتحد ويا الكارنتين، لا يقدر يدخل، يقدر يدخل بدون لا يتحد ويا الكارنتين، الغشاء يخليه. So cell does not require fatty acid binding، يعني ما يحتاج هذا البروتين اللي هو الكارنتين. فيقول لك الكارنتين could be obtained. ها هسه نجي للكارنتين، يعني وش المميزات؟ منين احصله؟ يعني منين احصله؟ نقصه شي يسوي؟ زيادته شو تسوي؟ فهسه بالبدايه يقول لك الكارنتين كود بي اوبتيند، منين احصله؟ احصله بالدايت. شنو الدايت؟ يعني من الغذاء، عن طريق الميت، او يعني الميت شنو معناته؟ عن طريق اللحم، يعني موجود هذا البروتين اكثر شي وين؟ باللحم او منتجات اللحم، او عن طريق اصلا هاي احصله بالدايت. اقدر اصنعه بالجسم؟ اي اقدر اصنعه بالجسم. شلون اصنعه بالجسم؟ انه شوف عندك امينو اسيد، from amino acid، يعني اقدر اصنعه من الامينو اسيد. احنا نعرف الامينو اسيد شنو؟ يعني راح يتحدن ويكون لي بروتينات، يعني يكون سلسله ويكون لي بروتينات. هذا الكارنتين هو عباره عن شنو؟ هو عباره عن بروتين، يعني هو منين يتكون بالاصل؟ هو من الاصل يتكون من امينو اسيد اللي هنا ياهن اللايسين والميثيونين. انه اكو انزيمات موجوده بالليفر وبالكدني، اكو انزيمات معينه، انزيمات معينه موجوده وين؟ بالليفر وبالكدني. هاي راح تجي الانزيمات المن راح تروح لللايسين والميثيونين ويخليهن يتحدن ويكون لي شنو؟ يكونن لي الكارنتين اللي هو هذا البروتين. راح استفاد منه انه اخلي الفاتي اسيل كو اي يدخل المن للخليه للميتوكوندريا. هسه عرفت منين احصله؟ احصله عن طريق الدايت من اللحم، وحصله صناعيا اصنعه بالجسم عن طريق عن طريق اثنين امينو اسيد اللي هو اللايسين والميثيونين. انه شلون اصنعه؟ انه اكو انزيمات موجوده بالليفر والكدني راح تجي لهذني الامينو اسيد الاثنين يخليهن يتحد بميكانيزم معين ويحوله ويصنع اللي شنو؟ كارنتين.
هسه اذا عندي نقص بالكارنتين deficiency of the car اكو deficiency of carnitine اي يعني اذا عندي نقص بالكارنتين يمتى يحصل عندي النقص بالكارنتين؟ شوف هو اغلب شيء وراثي. يعني شنو هو وراثي؟ congenital. يعني غير احنا البروتينات عبارة عن امينو اسيد، تمام، امينو اسيد متحدة مع بعضها عن طريق رابطات بيبتايد. فاذا صار خلل بهذا الامينو اسيد، مثلا خلينا نقول طفرة باحد الامينو اسيد، خلينا نقول احد الامينو اسيد صار بيه حذف، صار بيه زيادة يعني اضافة او هيك شيء، يعني احد الطفرات، فعندها البروتين كله راح يتغير، ما راح او ينتج لي مثلا كارنيتين بروتين يعني غير فعال، هذا الكارنيتين يكون غير فعال، فعندها شيء يكون راح ينقص عندي نسبة الكارنيتين، وهاي معناتها انه خلل وراثي. عندك الكود اكيور نيو بورن بيبيز، قد يحدث عند النيو بورن بيبيز ليش؟ اللي خاصة بريميتشر. شنو معنى بريميتشر؟ انه هم الاطفال الخدج. بريميتشر معناتها الاطفال الخدج اللي يعني اللي ينولدون قبل الموعد، قد يكون بالشهر السابع. انه ليش عندهم يحدث نقص بالكارنيتين؟ هسا انا عرفت وراثي امتى يحدث، من يصير عندي طفرة مثلا بالامينو اسيد او بالبروتين. هسا اذا بالنيو بورن ليش يحدث؟ لان شوف احنا الاطفال الخدج يكون عندهم يعني اعضاءهم ما مكتمله، مثلا الليفر والكدني خلينا نقول ما مكتمله، هذين الاعضاء هن الليفر والكدني هن راح يصنعن الانزيمات اللي يصنعن هذا البروتين الكارنيتين، تمام. فاذا هن ما مكتملات، اذا هن هذين الاعضاء مال الجسم ما مكتملات، فما راح اقدر اسوي الانزيمات، تمام، وبالتالي هذين الانزيمات ما راح يقدرن يصنعن الكارنيتين، وبالتالي راح يعاني شنو؟ راح يعاني من deficiency of the carnitine which will lead to an addicted synthesis. يعني شي قلك هنا on this is to يعني انه هذا بسبب a maturity of enzymatic system، انه الانزيماتيك system يعني يعني النظام اللي يصنع الانزيمات يكون immature يعني غير ناضج، لان يعني قلنا ما مكتمل، مثلا الليفر والكدني تكون غير مكتمل، وبالتالي ايش راح يؤدي لان اديكيوت سينثيسيس اوف يعني صناعه غير كافيه للكارنيتين. يعني انا اصنع كارنيتين بس بنسبه قليله، فيصير عندي شنو؟ ديفيسينسي. يعني هسه انا عرفت السببين، سبب بالاطفال الخدج وسبب كوجينتال وراثي. هسه السبب الثالث مال نيوريشن. شنو مال نيوريشن؟ اللي هو سوء التغذيه. شنو معنى هذا الكلام؟ انه يعني اذا سوء التغذيه، واذا احنا غير قلنا انه احد الاشياء اللي احصل بها على الكارنيتين هو من الدايت، من اللحم. يعني مثلا اذا شخص نباتي خلينا نقول اللي هي فيجيتيرين دايت، انه يعني حماية الاشخاص النباتيين يعني ياكلون فقط نبات ما ياكلون لحوم، وهو الكارنيتين اصلا موجود باللحوم. يعني اذا هم نباتيين ما ياكلون لحوم، ايش تتوقع يعني يصير عندهم زيادة بالكارنيتين لو نقصان؟ اكيد نقصان، هو الكارنيتين موجود باللحوم وهم ما ياكلون لحوم، يعني يصير عندهم deficiency بالكارنيتين. فهنا شي يقول لك سوء التغذية، هاي السبب الثالث، تمام. هسا اجي للسبب الرابع liver disease. احنا قلنا الليفر والكدني راح يصير عندهم شنو؟ هنا يصنع عن انزيمات، هاي الانزيمات تروح تحول اللايسين والميثيونين الى الكارنيتين. فاذا عندي liver disease يعني مرض وين بالليفر، يعني الليفر مثلا هو امراض بالليفر، فهذا الليفر هو الموقع او الموقع اللي اصنع به الكارنيتين. فاذا عندي مرض بيه راح يصير عندي نقص بالدفس، راح يصير عندي نقص وين بالكارنيتين. هو الليفر هو موقع صناعه هذا، يعني الليفر الكارنيتين هو بروتين، الليفر شو يسمونه هو المصنع اللي يصنع معظم البروتينات بالجسم. فاذا صار بيه مرض ما راح يقدر يصنع الكارنيتين، ما راح يقدر يعطينا الانزيمات اللي تصنع الكارنيتين. فهذا احد الاسباب. هسه هذني كم سبب خذينا؟ خذينا 4.